أسلم. الوقوف والانتظار. لابد وأن كل سائق سيارة ماهر يعرف جيداً ماذا تعني هذه اللوحة: ممنوع الوقوف قطعياً. حينما تقود سيارتك داخل المدينة أو خارجها، فستجد الإشارات الضوئية واللوحات الإرشادية والتحذيرية والتنظيمية تسهل لك الحركة والتنقل وترشدك إلى طريق السلامة. ولضمان انسياب حركة المرور وعدم عرقلته، توضع إشارات ممنوع الوقوف أو ممنوع الوقوف والانتظار، لأن أي مخالفة لهذه اللوحات تعني عرقلة حركة المرور وبالتالي كثافة حركة السيارات وبطء سيرها، الأمر الذي يتضرر منه الكثير. أما احترام هذه اللوحات وعدم الوقوف والانتظار فيعني حركة سير سهلة وميسرة. هناك لوحات تسمح بالانتظار فترة زمنية قصيرة لنزول ركاب من السيارة أو الصعود إليها، ووضع هذه اللوحات يتم بمعرفة رجال المرور الذين يحددون منع الوقوف من عدمه لمعرفتهم بأصول هذا التنظيم. وكثيراً ما توضع لوحات ممنوع الوقوف والانتظار قرب التقاطعات والإشارات الضوئية. وأيضاً عند المنحنيات. إذا كانت هذه اللوحات تمنع الوقوف، فأين نقف؟ لقد خصصت أماكن لوقوف السيارات، وهناك لوحات تدل على ذلك يرمز لها بحرف بي، أي موقف. فالمفروض أن نستخدم هذه المواقف تسهيلاً لتنقلاتنا. أما إذا تجاهلنا وجود هذه الإشارات، فما الذي سيحدث؟ بالطبع سنكون عرضة للعقوبة لأننا تسببنا في عرقلة حركة السير. إذن هل عرفت قيمة هذه اللوحة وفهمت ما تعنيه؟ هذا ما نرجوه.